سوري يا بيبي نسيت المفتاح جوه. ازيك يا حسام؟ ازيك عمي؟ نسيت المفتاح جوه ونسيت تكلمي السوبر ماركت ونسيت جوزك. انت عارفه انا مين حياتي؟ عادي يا بيبي مشاغلك كتير. انت بتهزر؟ طبعا مشاغلها كتير. وبعدين ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ اصل عقبال عندك حماه انا طالع عمره. لا ايه يا عم؟ ايه عم في ايه؟ نزعل منك قوي يا حسام. احنا يا ابني مش متفقين؟ متفقين على ايه؟ على اننا هنطلع العمره سوا. جبت لي التاشيره؟ جرى يا عمي انت صدقت؟ دي بنتك اللي مخلاني محرم على طول. الهانم حطت الهدوم في الغساله من غير ما تشغلها في كده. انا اسفه يا حبيبي والله نسيت، بس انا قلبه الدنيا على شغال. تكونش عايزه يعني تسيب مستقبلها وتتفرغ لك انت وتقعد تطبخ لك وتكنس لك وتغسل لك هدومك؟ يعني انت عاجبك منظري بالشكل ده حماتي؟ خلاص بقى يا حبيبي تيجي ناكل بيتزا؟ مش عايز اكل. ومالك بتتنك قوي كده ليه؟ مش كفايه انك انت ما وقفتش جنب مراتك النهارده؟ على فكره يا استاذ بقى مراتك مترشحه لمنصب كبير جدا، امين عام الجمعيه. يعني ايه جمعيه الامم المتحده؟ ايه يا حسام؟ انا ما بحبش حد يتريق على شغلي. يا بنتي حسام ما يقصدش. لا يقصد. ما يقصدش. لا يقصد بقى. يقصد يقصد. الله. اصل انا عارفه رجاله كده بيغيروا من نجاح زوجاتهم. بعد اذنكم. ما شاء الله بينا احنا كمان الرطفيه. متهيألي انت كده عملتي اللي عليكي وزياده، سخنت العيال على الاخر، يمكن يقتلوا بعض الليله. اتفضلي اتفضلي. اول ما تطلع الصرح جوزك على طول. ايه وي يلا. استنى. اوعي اوعي. ايه يا لطفيه؟ اوعي. قلت لك مش عاوز امسك ايدك انا. الله حرام عليك يا لطفيه، هو احنا ما ينفعش نمشي من عندهم الا ما تسيبيهم متخانقين؟ انت مش شايفه انسان مستفز ازاي؟ نزلني. حاضر على مهلك. امبارح بقى الساعه 1:30 بالليل شايفني خارجه من باب الفيلا، ما قاليش يا حماتي من فضلك خليكي بايت عندنا، مش خايف عليا من انفلات الامني اللي في الشارع؟ انفلات امني ده ايه؟ واحنا طالعين الدائري يا ربي. ايه انفلات امني؟ ده احنا فيلتنا اهي، عايشين في كومباوند واحد وطيب انفلات امني. حرام عليكي بقى، قاعده عندهم ليل ونهار مش مديهم نفس عشان يعيشوا مع بعض شويه لوحدهم. انا حر بقى، انا حر، عايزه اطمن على بنتي. ها تطمن عليها من ايه بس؟ ده احنا بنبقى قاعدين في اوضتنا مش عارفين ننام لصوت شخير جوز بنتك حسام. خلاص خلاص انتهى الحديث بيني وبينك. اتفضل. حاضر. الانفلات امني قال ده انا حلم حياتي يطلعوا عليكي يثبتوكي ويخطفوكي وشوفي مين هيدفع فيكي فديه. بتبرطم بتقول ايه؟ ولا حاجه، بكلم نفسي انا حر. حاجه غريبه. صباح الخير يا باشمهندس. خير يا باشمهندس. بكره تسلموا باسبوراتكم للعلاقات.